اليوم جينا لقدام اليونيسيف، منظمة اليونيسيف، نحن وشباب وبنات قامشلي والجزيرة كلها. جينا لهون مشان نوصل رسالتنا لليونيسيف ونقول الانتهاكات اللي بتصير بحق شعبنا العفريني. وشعب عفرين هلأ اللي لاجئ، اللي عايش هلأ بالمخيمات بالشهباء، عم بيعاني كتير، وهو دائما على أمل الرجوع. نحن بنتمنى من اليونيسيف أن يوقفوا معنا ويضلوا معنا ويساندونا، واللي عارفوا أن نحن طلعنا من أرضنا بالظلم، يعني نحن ظلمنا كتير وما حدا وقف معنا. نحن عم نخاطب تقريبا، يعني دائما بنجي على المنظمات بنعطيهم مثلا، بنتمنى وبنطلب منهم انهم يوقفوا جنبنا ويساندونا بكل شيء نحن بدنا اياه، لانه بالاخير نحن شعب انظلمنا كثير. عفرين اللي ساندت كل الشعوب، واللي كانت الام، كانت حضن الام اللي كل الشعب السوري كان موجود فيها، الشعب اللي عاش باحترام والشعب اللي ساند بعض، بالاخير بيجوا بينادونا بالمرتزقة، بيهاجمونا، بيطالعونا من بيوتنا ومن ممتلكاتنا، بيسكنوا غيرنا بمحلنا.